أعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم دفن رفات 7 من شهداء الوطن عصر اليوم، وذلك في مقبرة الإصليبخات وفق مراسم عسكرية وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، وكبار القيادات العسكرية والأمنية. وأوضحت الداخلية أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وبعد جهود مكثفة في الكشف عن مصير الأسرى والمفقودين تمكنت من التعرف على 7 رفات تعود لأسرى ومفقودين كويتيين أثناء الغزو العراقي الغاشم على الكويت عام 1990. وأكدت الوزارة مواصلة فحص بقية الرفات للتعرف على أصحابها، وفور ذلك سيتم الإعلان عنهم.